عمره كنا نشوفه يضرب لنا هرم يضرب هرم يسلم علينا. المرة الثانية طلع يده يصرخ لنا واي. ان شاء الله بيجينا اتصل فينا احد الزملاء اللي شاف مواقع التواصل الاجتماعي قال انا اريد اخدمكم. انا تعرفت على رحلتكم من قبل الفيسبوك والتويتر، كنت مع شباب احمد وكذا، فتواصلت معهم على أساس إذا ممكن أقدم لكم خدمة. فإذا تخدمنا في هذه النقطة تشيلنا مملكة اليمن زين. تشريف لي عشان نقدمكم ونقدم هذا القطاع، يعني هذه الرياضة. طبعاً محمد رياضي إن شاء الله مع بعض. حد يقفز من هنا؟ بعيد هذا. يعني الحمد لله وصلنا هنا، ان شاء الله الحين راجعين الى مركز المدينة. ايوه لا يعني اليوم ان شاء الله نحاول ندخل، بنشوف طريقة ندخل.